معانا ام يوسف من محل، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، انا شفت رؤيتين اتنين. اتفضلي يا فندم. الرؤية الاولانية ان انا شفت بئر زمزم في قلب الحلم، في الحلم. نعم. وشفت نور الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله في قلب المية. صلى الله عليه وسلم. شفت نور ربنا واقف على يميني، النور بتاعه. ونور الرسول عليه الصلاة والسلام واقف على ايد الشمال. وقمت اقول من الحلم، بس الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بكده. مرتين اتنين ورا بعض. قلت ايه اول ما قلت منهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بكده. طيب اتفضلي. وقمت لقيت النور على البطانية اللي انا متغطية بها. ما شاء الله. والرؤية التانية اللي انا شفتها، اللهم صل على سيدنا محمد. مليون صلاة على سيدنا النبي. إن أنا شفت أنا راكبة أوتوبيس رايح السعودية. بعدين السواق بيقول لي لسه ناقص خمسة ما ركبوش. بعدين بقول له اطلع في الطريق وربنا هيكرمك في الطريق. نعم. فبعدين وأنا ماشية في الحلم راكبة الأوتوبيس، شفت السعودية كلها وأنا راكبة الأوتوبيس. وبعدين بقول في الرؤية بقى في الحلم وأنا نايمة، يا رب كل الخير ده من عندك، كل رزق ده من عندك يا رب، يا رب كل عندك يا رب. نعم. يا رب نعم. كله عندك يا رب. وقلت آيتين اتنين قرآنية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرحمون. يرشد يرشد. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. نعم. أتبعه أذى والله غني حليم. طيب تعبيني يا فندم. بئر زمزم كان تفريق كرب عندما نبع من تحت قدم سيدنا إسماعيل، وماء زمزم لما شرب له. وعندما أرى نور رسول الله في الماء، فالماء حياة، ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم شيء بعد نور ربنا. ولما أشوف الحياة بتاعتي يعني الرسالة لي أكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إن أنا فيها دعائه. أعظم نور في العالم في الدنيا وفي الآخرة نور الله. الله نور السماوات والأرض، ثم نور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ثم نور القرآن، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ثم نور الإيمان اللي نزل في سيدنا عمر بن الخطاب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ثم نور المؤمن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولما أشوف النور اللي على يميني والنور اللي عن يساري، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولما أشوف إن أنا ركب أوتوبيس ورايح السعودية، الله يقول ليشهدوا منافع لهم. وأول المنافع إن أنا شفت الخير، وارزق أهله من الثمرات. وشفت الخير وأنا بقرأ قول الله تعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة دعوة، ولكن من أراد أن يستجاب دعاؤه، من أراد أن يقضى دينه، من أراد أن تتحقق أمنياته، من أراد أن يفوز في الدنيا والآخرة، فليجعل دعاءه بين الصلاة على سيدنا رسول الله. أصلي على سيدنا النبي 10 وأدعي، وأصلي 10 كمان، أصلي 50، أصلي 100. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد. إذا أردت أن يستجاب دعائك
فاجعله بين الصلاة على سيدنا محمد. إذا أردت أن تغفر ذنوبك فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد، واعلم أن لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج لمن ترك الصلاة على سيدنا محمد. ده حتى الميت في مسواه الأخير تقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، ثم في التكبيرة الثانية بالنصف الأخير من التشهد اللي هو أصح ما ذكر في الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الميت وإحنا بنصلي عليه صلاة الجنازة لازم تقرأ النصف الأخير من التشهد اللي هي الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بتودعه بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على سيدنا النبي اللي أول ما سيدنا آدم عصى ربنا تشفع بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كثرة الصلاة على سيدنا النبي، أقسم بالله العظيم كل السعادة وكل الخير وكل الأمن. شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد درجات المنبر، وفي الأولى قال آمين، وفي الثانية آمين، وفي الثالثة آمين. فلما نزل الصحابة بتسأله يا سيدنا النبي، بتصلوا على سيدنا النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، قلت آمين في الأولى؟ قال اعترضني جبريل وقال يا محمد، رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين، إلى أن وصل فقل آمين، أدرك أبويه فقل آمين، ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. خاب وخسر اللي يذكر عند سيدنا النبي ومش يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله.